جمعية الأيدي الصغيرة، مركز الأيدي الصغيرة الطبي، خدمة صحية مميزة وبرسوم مخفضة. يعلن المركز الطبي الكائن في السوق التجاري عمارة المصري فوق شركة الهدف مقابل البنك الأهلي عن جدول مواعيد العيادات كما يلي: دكتورة نسرين قرياب، عيادة الأطفال من الساعة 8:00 وحتى 3:00 من السبت وحتى يوم الخميس ما عدا يوم الثلاثاء. دكتورة ميساء خلفة، العيادة النسائية من الساعة 10:00 وحتى 12:00 وذلك يوم الاثنين. أولغا أناتولي شريم، الصحة إنجابية نسائية من 8:00 وحتى 2:30 كامل أيام الأسبوع وعدا الاثنين. كرم زريق، هشاشة العظام من الساعة 8:00 وحتى 3:00 كامل أيام الأسبوع. شيرين كردي، صيدلانية من 8:00 حتى 3:00 كامل أيام الأسبوع. شادن قناديلو، أخصائية تحاليل طبية من 8:00 وحتى 3:00 كامل أيام الأسبوع. علما بأنه تم تزويد المختبر بأجهزة حديثة ويجري فيها جميع أنواع التحاليل المخبرية وبأسعار مخفضة. لمزيد من المعلومات الاتصال على رقم المركز الطبي 23840062.